أحسن الله إليكم، شخص نذر إن ترقى في وظيفته أن يذبح بعيرا ليطعم أصحابه، فحصل له ما نذر به، فهل يلزم الذبح أو يكفي أن يكفر كفارة يمين؟ إذا كان نذر ذبح البعير للصدقة بلحمه فيلزمه ذلك، لأن هذا نذر طاعة، قد قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، إذا نذره للمساكين يجب عليه الوفاء. أما إذا كان نذره لزملائه وهم أغنياء هذا نذر مباح، إما أن يفعله يخير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم.